بعد الدورة التدريبية الأولى التي انعقدت في نهاية الشهر الماضي أي 28 و 29 فبراير، نلتقي اليوم في الدورة التدريبية الثانية حول المساءلة المجتمعية في المغرب من النظرية إلى التطبيق. غادي نشتغلوا على تعبئة بطاقة رأي المواطن والمواطنة وتحرير التقرير العام لهذا التقييم للمواطن. الأشغال ابتدأت منذ الصباح، وكل الجمعية حاليا هي بصدد إدخال المعطيات وتفريغ الاستمارات التي تم ملؤها مع العديد من المواطنين والمواطنات، كل جمعية حسب الخدمة التي اختارتها موضوعا للتقييم. في نهاية اليومين سنكون قد أعددنا المسودة الأولى لبطاقة رأي المواطن والمواطنة، وكذلك المسودة الأولى للتقرير العام حول تطبيق بطاقة رأي المواطن والمواطنة لتقييم الخدمات العمومية من طرف الجمعيات المشاركة. هذه التجربة اللي قمنا بها حول مدى رضا المواطنات الساكنات بجامعة إنزكان حول الخدمات اللي كتقدمها الجامعة، كانت هي تجربة أولى في الحقيقة، وتجربة اللي وجدناها أنها قيمة ويعني وتقدر تعطي واحد الإضافة نوعية في إطار التواصل مع المدبر ديال الشأن المحلي، واللي كنتمنوا أنها تعمم من بعد يعني على جميع الفاعلين المدنيين بالجامعة، لأنها غادي تساهم بشكل أو بآخر بتحسين الخدمة ديال الجماعات المقدمة للمواطنين، ولا سيما فئة النساء بحكم أننا كنشتغلوا مع النساء داخل الجماعة. احنا اشتغلنا على الموضوع ديال الولوجيات، تحديدا جماعة أيتم اللول عينا اللي اشتغلنا عليها هما الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا آباء وأولياء الأطفال اللي عندهم إعاقة. اشتغلنا على واحد 100 شخص اللي كيحترم هاد المميزات اللي ذكرتهم سابقا، وكانت واحد العمليه اللي هي جيده جدا لانه اتاحت لنا الفرصه لتحيين قاعده البيانات. اذا تواصلنا مع الاشخاص هاتفيا وكلفنا واحد الخليه اللي كتشتغل على هذه المساله. هذه اشتغلنا بشراكه مع التنسيقيه الاقليميه لشبكه جمعيات حمايه الارقال للمحيط الحيوي على مستوى جامعه تيزنيت من اجل تقييم المواطن لخدمات الصرف الصحي حول احد احياء المدينه، واللي كان الاشتغال مع المؤطر حول كيفيه ملء الاستماره، حول كيفيه الاشتغال الميداني بملء الاستماره والتفريغ ديالها وتجميع المعطيات. كل هذا من اجل ان نسوغ هذه البطاقه ديال المواطن وتقديمها للمسؤولين المحليين او الترابيين من اجل تجويد هذه الخدمات العموميه مستقبلا. اليوم كنشتغلوا في واحد ورشه العمل من اجل اعداد بطاقة رأي المواطن حول خدمات النشيط الثقافي والرياضي بجامعة طاطا، وهذه اشتغلنا على واحد الآلية اللي هي جديدة في تقييم المواطنين الخدمات العمومية بالمجال الترابي ديالهم، والهدف منها هو أنه نقيسوا درجة رضا المواطنات والمواطنين حول الخدمات العمومية اللي كتوفر في واحد المجال معين. اخترنا هذه الخدمة ديال النشيط الثقافي والرياضي بالمدينة طاطا اللي كتستهدف الشباب. الهدف النهائي هو ان بغينا يعني كافه المواطنين والجمعيات المجتمع المدني هو يتملكوا هذه الاليه ولا هذه الاداه الجديده اللي تقييم المواطن للخدمات العموميه والسياسات العموميه بشكل عام من اجل تجويد الخدمات العموميه بالجماعات. الاداه بينات مجموعه من النقاط الايجابيه اللي من خلالها كنسهلوا الماموريه للمواطن من اجل ابداء الراي ديالو حسب درجه الرضا ديالو على الخدمات المقدمه له من طرف الجماعات والمنتخبين ديالو. اذا هي كاداه عمليه وعلميه ايضا. كنتمنوا ان نشوفوا تعميم التجربه على الجمعيات الجهويه ديال الكين على مستوى الجهه، ولما لا على مستوى الجمعيات الوطنية. جاء هذا اللقاء للاشتغال على مخرجات ديال القوافل التحسيسية المنظمة بتنسيق مع جمعية تويزي على المستوى تارودانت في تنظيم قوافل تحسيسية لفائدة مستفيدات ومستفيدي ديور الطالب بالإقليم على موضوعين ديال الهدر المدرسي وتزويج ديال الطفلات. اشتغلنا على بطاقة المواطن لتقييم خدمة تدبير النفايات المنزليه والنفايات الصلبه بجماعه تارودانت. اختارينا باش نملؤوا 80 استماره. فعلا هذه الثقافه انها ثقافه جديده واسلوب جديد، بقى واحد النوع ديال التقبل واحد الفئه كبيره ديال المواطنين ديال جماعه تارودانت اللي التقينا بهم. قمنا بواحد الانصدام ديال
ساكنة في مجال السير والجولان داخل مدينة أكادير. كنحاول منها أنها تعطي واحد الرأي للمواطن في هذا المجال لكي نوصوا الأصوات ديالهم للمسؤولين، ونتمنى أن الإخوان الساكنة تملك هذه الوسيلة باش نحاول نخلقوا جسور بين المرتفقين والجماعة.